صباح دريم من سينا. جامعة العريش حلم طال انتظاره وأخيرا جامعة حكومية في سينا. بعد طول انتظار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإنشاء جامعة العريش. إيه هي الكليات الموجودة وكم كلية تدخل التنسيق هذا العام والبروتوكول مع جامعة قناة السويس؟ هنتعرف على كل ده من السيد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش وسيد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس. احنا حاليا عندنا 6 كليات على رأس العمل: كلية التربية بالعريش انشأت سنة 83، كلية العلوم الزراعية البيئية انشأت سنة 1988، بعدها كلية التربية الرياضية سنة 2011 او 12 تقريبا، وبعد كده كلية العلوم والاداب 2014، وكل معهد الدراسات البيئية بالخربة برضو سنة 2014، في العدد 6. الحمد لله. كليات المستقبلية يا دكتور؟ لا، هو دخل فعلا تنسيق رسميا الحمد لله، هيصدر قرار جمهوري في خلال الأيام والساعات القادمة. كلية الاستزراع دخلت تنسيق إن شاء الله، تنزل هتشوفوها في الدليل بتاع الثانوية العامة. كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية كأول كلية غير نمطية غير تقليدية من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وده هتبقى في إن شاء الله في منطقة محيط بحيرة البردويل. ممكن إن شاء الله بنجهز دلوقتي والقوات المسلحة بتساعدنا إن الدراسة تبدأ هناك. لو ما لحقناش إن شاء الله المعامل بتاع كلية العلوم الزراعية البيئية وكلية العلوم الأساسية هتبقى كواليفاي إن شاء الله إن احنا نبدأ فيها لغاية ما نخلص المباني والمعامل هناك في جنب بحيرة البردويل. الكلية التانية اللي دخلت التنسيق السنة دي إن شاء الله جديدة كلية الاقتصاد المنزلي. فاحنا عندنا كليتين وكان عندنا 6، يبقى 8، في 6 قائمين على رأس العمل وفي 2 جداد دخلوا إن شاء الله التنسيق: كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية وكلية الاقتصاد المنزلي. أنت حضرتك عارفة طبعا أن جامعة قناة السويس قبل كده انفصل عنها جامعتين تانيين، جامعة بورسعيد في 2010 وجامعة السويس في 2012، والحمد لله العريش في 2016. طبعا جامعة قناة السويس احنا بنعتبرها الأم للجامعات ديت، فبالتالي ليها مسؤولية مهمة جدا ان هي تفضل دايما جنب جامعة العريش لغاية لما تقف على رجليها وتبقى من الجامعات الواعدة. هو ده اللي احنا متفائلينه بالقيادة الجديدة للجامعة والزملاء القائمين على التدريس والإدارة داخل جامعة العريش. ما تم الاتفاق عليه النهاردة هو توقيع بروتوكول للتعليم المفتوح التجاري، للتعليم التجاري المفتوح، وتم الاتفاق على تقديم بعض الخدمات للعاملين داخل جامعة العريش، في إذا كان خلال العلاج أو إذا كان الاستضافة في كل منشآت جامعة قناة السويس بالضبط كأننا لم ننفصل. فبالتالي إحنا بنأكد على أن جامعة العريش هي بالضبط جامعة قناة السويس، وإحنا جاهزين لتقديم كل ما يطلب منها لغاية لما جامعة تقف على رجلها إن شاء الله. وده اللي أكدناه النهاردة وده تم الاتفاق عليه النهاردة، والنهاردة جبنا أساتذتنا وزملائنا بكلية الطب عشان نبتدي نشوف إزاي هنحط اللوائح ونجهز لإنشاء كلية الطب جامعة العريش، وأعتقد أنها تاخد من 2-3 عقبال ما تنشأ، وإن شاء الله برضو كلية التمريض. لكل مجتهد نصيبه. أولى خطوات التنمية تبدأ بالتعليم، وإنشاء جامعة حكومية في سينا حلم اتحقق لكل أبناء سينا. مع مزيد من الإنشاءات التنموية في سينا، شنيد طبراني صباح.